إذا لنقاش أزمة الجفاف في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزارة الموارد المائية تحدثت عن أنها ستقيم دعوة قضائية دولية بشأن تغير أو تغيير إيران لمسار 4 أنهر مهمة إلى داخل أراضيها كانت في السابق تصب داخل العراق، ولكن السؤال هنا برأيكم كيف سينعكس ذلك على أزمة الجفاف؟ هل يمكن التعويل على مثل هكذا دعاوى قضائية دكتور؟ هو هذا الإجراء جيد جدا في الحقيقة، وكان لازم يصير قبل سنين، لأنه أول نهر حولته إيران هو الكارون اللي يمثل تصريف 40% من تصريف مياه شط العرب. هذه القضية لا تتوقع أنه تنحل في ليلة وضحاها مثل ما يقولون، يعني قد تأخذ فترة طويلة، فلذلك يجب أن تكون هناك إجراءات داخلية لإدارة ملف المياه. يعني صحيح لازم نمشي إحنا في هذه الدعوة القضائية، هاي مهمة جدا لحفظ حق العراق، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك إجراءات داخلية أيضا لتلافي هذه المشكلة. طيب دكتور نظير، هل أن إيران استغلت هشاشة الأوضاع في العراق لتقوم بكل هذه التجاوزات على المياه دكتور؟ نعم، يعني احنا نلاحظ متى بدأت التحويل هذه الأنهار والوديان، طبعا اكو وديان جانبية ما ذكرت، هذه الوديان الجانبية اللي تجيب تقريبا 7 إلى 10 بليون متر مكعب من المياه من الجانب الإيراني إلى العراق، هاي كلها حولت أيضا، صحيح ما تكلموا عنها بس هاي أيضا مهمة جدا. وآخر شيء ديالة، ونعرف احنا معاناة محافظة ديالة بسبب تحويل مياه نهر ديالة، وأكو حديث الآن أنه دا يشتغلون على الذهاب الأسفل أيضا، وهذا أيضا خطر جدا على منطقة السليمانية والمناطق اللي يمر بها الذهاب الأسفل. طيب، هذه طبعا مهمة جدا لأنه تأثر على مئات الآلاف من المواطنين، يعني حياة هؤلاء المواطنين تتأثر بهذه العمليات. فهذا الأمر المفروض أنه كان الحكومة العراقية تداركه من زمان. يعني أعطيك مثال بسيط، يعني شوف فرق بالعلاقات، قبل شهر تقريبا وسائل الإعلام في إيران كانت تتحدث أنه تركيا في نيتها أنه تبني بعض السدود على الأنهار المشتركة بين تركيا وإيران، وإيران دا تعترض على هذا الشيء. طيب إذا أنتم تعترضون على تركيا على هذا الشيء، ليش تسوون نفس الشيء ويا العراق؟ علما بأنه العراق يعني مع الأسف الحكومات المتعاقبة يعني ما أعرف ليش ساكتة على هذا الموضوع، علما بأنه اقتصاد إيران معتمد بصورة رئيسية على العراق، خاصة السنين الأخيرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عقوبات على إيران، اقتصاد إيران معتمد بدرجة أولى على العراق. احنا نستورد مليارات الدولارات من المواد من إيران، إضافة إلى المشاريع اللي تنفذها شركات إيرانية بملايين الدولارات. فكان المفروض أنه الحكومة العراقية أو الحكومات المتعاقبة تحاجج الحكومة الإيرانية، يعني احنا ما نريد نعادي، لكن لازم اكو تفاهم وتعاون. القضيه مو مصلحه من اتجاه واحد، المفروض مصالح مشتركه بين الدول المتجاوره، لا يجوز ان تعتدي جاره على جارتها. طيب اطلاقا دكتور، من ناحيه التوقيت، يعني اقصد بذلك الفتره الزمنيه، في حال كسب العراق الدعوه المقامه ضد ايران حول الانهر، متى سيرى العراق بحيراته هي وهي تنتعش بالمياه؟ يعني هل الفترة ستطول؟ الدعوة القضائية ستطول؟ عادة يعني من التجارب السابقة نشوف مثل هذه الدعاوي قد تطول أكثر من 2 أو 3 سنين، لأنه الحكومة الإيرانية طبعا راح تماطل وتخلي محامين وتدافع عن نفسها،
إلى آخره من هذه الأمور. والمجتمع الدولي يعني مثلا إذا نجي على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ونشوف السابقات في مثل هذا الموضوع، مثل موضوع سد النهضة، مجلس الأمن الدولي ما قبل يدخل بهذه القضية، حالها إلى منظمات أخرى. فلذلك مثل هذه الأمور يعني راد لها وقت طويل. فلذلك أنا ذكرت أنه يجب أن تكون هناك إجراءات داخلية أيضا لتجنب أو تقليل الضرر من مثل هذه الحالة. دكتور نظير، لو تصفحنا بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حيث أشارت في تقرير لها، يقول هذا التقرير أن حفر آلاف الآبار غير القانونية لتغذية مصانع تعود لمسؤولين متنفذين هو الذي تسبب بجفاف بحيرة ساوة في محافظة المثنى. برأيكم هل هناك رادع حقيقي إذا كان المسؤول الحكومي هو جزء من الأزمة دكتور نظير؟ والله ما أعتقد أكو رادع، لأنه حفر الآبار أساسا يعني أكو قانون، والمفروض أنه اللي يريد يحفر بير يأخذ رخصة من مؤسسة المياه الجوفية. وهناك طبعا أشياء معروفة حول حفر الآبار، لأنه بير يعني المسافة بين بير وبير يجب أن تكون مقاسة بشكل علمي، لأنه هذه الآبار إذا كانت متقاربة واحد يأثر على الآخر إلى آخره. بعدين سحب المياه المفروض يكون معروف ومقدر، لأنه كمية المياه إذا نسحب أكثر من اللازم راح تجف خزانات المياه الجوفية. وأكو حالات كثيرة صارت في بلدان مختلفة، واحدة منها جارتنا الأردن أيضا صار سحب مياه أكثر من المفروض، فجفت قسم من خزانات المياه الجوفية. احنا بالنسبة لنا مع الأسف لا أكو قانون ولا أكو ضوابط. القانون موجود بس تنفيذ ماكو. أكو تجاوزات مو بس على حفر الآبار، أيضا مزارع الأسماك، تجاوزات على الأنهار وعلى آخره. كثير من هذه التجاوزات من قبل المسؤولين مع الأسف، وهم بيدهم القرار، فمن يحاسبهم؟ يعني خلينا نقول هم المفروض يكونون القدوة في تنفيذ القوانين نعم دكتور. والتعليم، لكن مع الأسف الواقع عكس ذلك مع الأسف. عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.